صدح وما اهتدى فينا قلب وانشرح. المناسبة اليوم مناسبة الزفاف الجماعي كما اعتادت جمعية التآزر والتضامن بالجهة الشرقية أن تحتفل كل سنة في نفس الوقت بزيجات عديدة. هذه السنة النسخة الخامسة وقمنا بتزويج 7 متاع العرسان، ونقوم بهذا العرس تتبعا وتطبيقا للاعتيادات والتقاليد الوجهية. البارحة كان عندنا موعد مع الحمام ومع الحلاق، واليوم نقوم بتقديم العرسان والاحتفال بهم مع عائلاتهم. وغدا إن شاء الله يكون اليوم الثالث ما يسمى بالتقليل في مدينة وجدة، فمبروك على كل الإنسان، الله يكمل اليوم بخير. أنا الأم ديال العروسة، كنشكر هذه الجمعية اللي قامت بهذه المبادرة، وشكرا بزاف لكم، شكرا على المساعدة ديالكم لهذا العرسان هذا، وكنتمنى تستمر هذه المبادرة بالنسبة للعرسان، تساعدوا العرسان باش يبقاو يتزوجوا الناس، الله يجازيكم بخير. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.